بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين المتقين المستغفرين آناء الليل وأطراف النهار أما بعد أما بالكم شكرا سنة من يزيمه سبحانه وتعالى نكمتكي زيادة رحمة نأماني حبيب ويتو كيبنزي تشيتو محمد صلى الله عليه وسلم نبندكم وبأ الله جل في علاه kama alipotukusanya katika dunia hii alfania katika hizi dakika chache kuzungumza au kuzungumzia kuhusu qala Allahu qala Rasulullah na kugusa kidogo katika upande wa umoja wa umma uislamu na umoja hii ndio itakuwa anwani na muradi wa kukusanyika mimi na nyie katika dakika hizi chache ambazo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala abarikie na iwe sababu ya kutuongoza katika ile kuwa na kila la khairi وهذا وبالله التوفيق جزاكم الله عنا خيرا